السلام عليكم كديري، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله فلوك جديد، نهار جديد. اليوم نهار الحد، ما بديتش لكم الفلوك بكري صراحة من الدار، وهذا انا دابا كاينه في اكادير، فقنا الصباح وشدينا الطريق وصلنا لاكادير. كان كما كنت قلت لكم ديك النهار كنت غادي نمشي البارح على ود باش نتقبل الحوايج ديال العيد هكا لزياد، ولكن ما مشيناش البارح ومشينا اليوم. المهم قدينا داكشي اللي خاص اللي درنا معاه اليوم. بالنسبه للاسمنه ف المهم الصراحه داكشي غالي وما كاينش حتى له شوا، ما كاينش له شوا بزاف قليل، من غير اللي عندها كبنيتات، فاللي عندها بنيتات غادي تلقى له شوا، اللي عندها الوليدات ما كاينش له شوا، خاصه في اكادير راكم عارفين ما عندناش شوا بزاف. ومن بعد ما قضينا جميع الاغراض اللي كانوا عندنا صافي، كان قرب موعد الافطار وكنا مشينا نفطروا. بالنسبه للفطور فطرنا اليوم في تفرنوت، بنتي الاكادير غادي يكونوا عارفينها فين جات. البنات غيبان لكم شويه الظلام لحقاش شعلة غير الضو ديال الطوموبيل. جيت نهضر معكم قبل ما نشدو الطريق ونعطيكم الراي ديالي في الفطور هكا ديال نجي هنايا الضو في الفطور هكا ديال تفير القهوه ولا اتاي لي فينوازغي المسمن مسمن الخليع حرشه هكا تشوف فيا كنهضر معكم راه جا كيجلي فيا. قلت لكم زعما متنوع وما بيش، مهم واحد يبدل هكا مره وحتى الثمن صراحه مناسب. وصافي فطرنا دابا، لقيتوني يلاه لقيتونا زعما يلاه غادي نمشيو نشدو الطريق. ها هو زياد المبرزات. فوالا هذا مكان ومحرك واحد البرد، قبيلات كان الصهد والعجاج، دابا البرد والريح. وصافي دابا غادي نشدو الطريق ان شاء الله تيزنيت. جينا هكا قدينا غير الاغراض ديالنا وغادي نرجعوا، ودزنا قبل ما نجيو نفطروا دزنا المرجان تقدينا داكشي اللي خاصنا. المهم حتى نوصل للدار ان شاء الله وغنوريكم داكشي كامل اللي خديت، وحتى الحويجات ديال زياد هكا البنات اللي باغيين يتقداو لوليداتهم ياخذوا افكار. يلا تنتلاقاو ان شاء الله في الدار. انا يلا دخلت دابا للدار واحد شويه صراحه عيت. المهم غسلت وجهي ودرت لا كريم هيدراتون ديالي، بدلت حوايجي كلشي وجيت نهضر معكم. هذه العشرة ديال الليل دابا كما شفتوا داز النهار طاير، ولكن فريمون داز زوين لحقاش بدلنا هكا الجو، بدلنا الروتين، بدلنا الدار، بدلنا راكم عارفين الواحد كيعيا وكلشي. فكما صورت لكم فطرنا في تفرنوت، نسيت ما قلت لكم الاسمنه، فعندهم فطور ديال 49 درهم وفطور ديال 75 درهم، بحال تقريبا غير ديال 75 درهم زايد عليه بالمملحات. وراكم عارفين البنات ديال اكادير غيكونوا عارفين تفرنوت داكشي عندهم لذيذ وزوين. ديجا فطرت في كراميل والصراحه انا كنفضلها على كراميل. وصافي وداز النهار الصراحه زوين، خاصه انا فتره رمضان ما خرجتش كاع تقريبا، حدي خرجت ديك المره مع البنات لفيلات الليمون، ونهار اخر خرجت انا وراجلي فطرنا في كراميل ما كنت صورت لكم، فكنت زعما فلوغيت. وهذا مكان غادي يجيكم بعدا الفلوغ مخربق سمحوا لي،
حيت اش وقعت لي واحد الحاجه دابا راه سي غراف. دخلت للدار وكنت بغيت نهضر معاكم وانا لابسه وكل شيء باش بس زعما ما نعقش على الفلوق الثاني، وما عرفتش كيفاش حتى وقع الكارت ميموار فورماطات راسها براسها، ما عرفتش كيفاش فريمون. عرفتي ديك بحال كيتكب عليك السطل ديال الماء بارد، خاصه انها فيها فيديوهات. راه كنت صورت لكم فيديو قبل من هذا باش نحطو لكم فاش رجع، وبشا هذا اللي قدرت نصوفي شويه. زعما اوغوزمون راجلي لقى واحد لوجيسيال اللي رد ليا به الفيديوهات والتصاور وديك الخدمه كامله اللي كانت فيها، وقدرت نخد لكم هذا الفلوق هذا بعدا باش من زعما ما نتعطلش عليكم اكثر، خاصه انه طلع لي الدم في واحد الساعه، ولكن ماشي مشكل كتبها الله. وصافي. مهم هذا الشيء علاش غايجيكم هذا الفلوق مخربق. وجيت دابا باش نوريكم الحويجات كما قلت لكم ديال اللي تقديت هكا لزياد. صراحه كان الدنيا عامره، الناس كلشي كيتقدى، وما خديت كاع راحتي نقلب ولا ندور ولا نشوف شنو كاين. الاثمنه غاليين، لو شوا ما كاينش. كما كنت قلت لكم خاصه اللي عندها الوليدات، مازال البنوتات عندهم لو شوا، وليدات ما عندناش هنا لو شوا كاع في اكادير. يعني داكشي علاش مشيت نيشان لزارا، تقديت ليه نيشان من زارا واخا كان زحان فيها، ما قلبتش على خاطري، وكانت الدنيا مرونه اللي كيحيد شي حاجه كيلوحها روينه روينه، ولكن عادي راه هذا هو اللي بغى يخلي داكشي حتى لاخر لحظه. انا نوريكم دابا شنو خديت ليه. فوالا بنات، ها شنو خديت له. خديت له اول حاجه هاد السبرتي اللي صراحه كانت محمقاني شحال هذا عندهم. ماشي نوفي كوليكسيون هادي، راه شحال هذا كانت كتبان لي تقريبا شي الله ما عرفت من بدايه ديال العام كانت كتبان لي عندهم، دايره بحال هكا في الاحمر وفيها هنايا البيض، وهنا بحال الباج والجري، هنا الجري، ولتحت السميله ديالها هكا زرقاء زويونه صراحه عجبتني. المهم هو كيلبس 21 وخديتها ليه في 22، يلاه يلبس فيها شويه، راكم عارفين وليدات الصغار دغيا كتصغر عليهم الحاجه. هادي البنات غاليه عارفه ولكن صراحه انا زياد ماشي ديما كنشري ليه الحوايج غاليين، يعني هكا الا بغيت نفرح بيه وصافي. هادي دايره 319، جو سي غاليه ولكن ماشي مشكل، مره في شحال ماشي مشكل. وخديت ليه بالنسبه للبسه خديت ليه هاد السريويل، هذا ماشي دجين، كيبان بحال دجين ولكن ماشي دجين، ما بغيتش ناخذ ليه دجين بما انه الصيف جاي وغيكون الحال سخون، فعجبني هاد السريويل الثوب ديالو بارد وماشي دجين. ها نتوما شوفوا ماشي دجين وكي الاستيك. انا صراحه كنت غاديه باش ناخذ ليه دجين، ولكن بان لي داك الدجين ديالهم سليم بزاف من التحت، وما كنحمل صراحه الوليدات الصغار هكا يلبسوا داكشي مزير حدو قدو، وكنبغي هكا يلبس شي حاجه مرتاح فيها. هذا كما شفتوا راه داك السيل اللي كيكون بحال قندريسي زوين بزاف بما انه مازال كيدير لاكوش. وهذا وخديت له معاه هاد التيشيرت. هذا بالنسبه للسروال الثمن ديالو كان داير 159، خديت له 12 18 موا، وخديت له معاهم هاد البول. انا كيعجبني الغيف زياد كيجي زويون. البولات البنات عندهم اشكال وانواع، وعندهم الصراحه البولات اللي عندهم رخاص. هذا كان داير 59 درهم، وعندهم اشكال وانواع، يعني تقدروا تلقاو داكشي اللي بغيتو. مازال يمكن غادي نرجع ناخد ليه واحد في الكري، عجبني فيه هكا بحال ابيض يمكن كري، وهنايا فيه الكحل وجويب هنا بالكحل حمقني، غنرجع ناخذو ليه يمكن حتى هو داير 59 درهم. المهم هادو هما الحويجات ديال زياد، غادي تجي لبسه بحال هكا هاد البول هكا، و سبرتيله في الاحمر، ديجا الاحمر كيجي مع الزرق. وهذا مكان. وبالنسبه للتقديه ديال المرجان ما غاديش نوريكم كلشي داكشي اللي خدينا بالديتاي، راكم عارفين التقديه وخلاص ديال داكشي اللي كيخصني ما كنلقاهش هنا. بغيت غير نشارك معكم واحد الحاجه عجباتني ولقيتها في مرجان، هما هاد القريعات هكا شتو، وحده مكتوبه فيهم بحال هادو الغوز جولد نحاسي، هذا ماشي غوز جولد نحاسي، وحده فيها تشاو، حدا
وحده فيها هلو وحده فيها بونجور 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 وبلي باي ديالهم بلي باي ديالهم حتى هما بالنحاسي. ها هما كي كيجيو ها هما شفتو زوينين صراحه عجبوني هكا العصير ولا الحليب ولا كيجيو بحال هكا بثلاثه كيجيو في المنظر زوينين صافي. هادو كانوا دايرين يمكن على ما اظن الا بقيت عاقله شي 30 درهم شي 35 درهم ولا ما عرفت 34 درهم وهكا ثلاثه كيجيو في الحجم ما كبر ما صغر المهم زوينين صافي. وخلاص التقضيه ديال ديما وخلاص وخديت شي لعيبات هكا باش نبدا نوجد الحليوات ديال العيد ان شاء الله. هذا ما كان فوالا هذا ما كان نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ واخا الصراحه راكم شفتوا عارفه كان مرون ومخربق وهذا ولكن غير عذروني راه عاودت لكم شنو وقع تفرمطات ليا كارت ميموار وقدرت نقد غير داكشي اللي قديت عليه باش ما نخليش باش ما نخليكمش بلاش لحقاش عارفه البارح ما حطيتش لكم واليوم اللي كنت غنحط لا البارح حطيت لكم واليوم كان خاصني نحط لكم قلت حتى نرجع ندخلو باش نحطو لكم الساعه وقع لي وقع. هذا ما كان حبيباتي نتمنى تكونوا بالف خير والله يدخل عليكم هاد العشر الاواخر بالصحه والسلامه وراحه البال ويدخل علينا العيد ان شاء الله بالافراح والمسرات وكل ما كنتمنوا يا ربي ويحقق لكم اي وحده كتمنى شي حاجه الله يحققها ليها. هذا ما كان غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما تنسايش تشتركي وتفعلي خاصيه الجرس باش توصلي بكل جديد ان شاء الله. ما تنساوش لايكات البنات الكومنتات ديالكم اللي كيفرحوني خليتكم فرحت الله. تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.